ولا الذين قبلنا ولا الذين بعدنا، إنما هو فضل، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كيعطيه هو للي بغاه. ولذلك لا يملك المؤمن إلا أن يكون من الشاكرين لله. إذا القرآن الكريم وشكر الله على القرآن تلاوة القرآن، يعني ما يكفيش يبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله على القرآن مزيان، ولكن يقرأ شكر الله على النعمة، أن تشتغل بالعبادة التي توافقها، والعبادة التي توافق القرآن الكريم التلاوة والتدارس والتدبر. خدم به، خدم به حياتك، خدم به عمرك، خدم به الأسرة ديالك، آنئذ تكون من الشاكرين. فاللهم اجعلنا وإياكم من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا يسأل هل النافلة فيها سجود السهو؟ طبعا فيها سجود السهو، أي صلاة فيها ترقع يعني غلط فيها بنادم فيها سجود السهو. النافلة حتى هي فيها سجود السهو، ما كاينش فرق بين النافلة وبين الفريضة في سجود السهو إن شاء الله. يعني بعض المؤمنين كيطلبوا مني شرح، أو يعني هو داير شرح تفسير بعض الآيات. يطول يا أخي الكريم، يطول يطول، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الشيء اللي كيطلب، هاد الآية جات في السياق ديال الزوجين، يعني ملي طلقوا ما يوصلوا شيء وخزيت بيناتهم، وراء البارح كانوا مزوجين. ولا تنسوا الفضل بينكم، كل واحد يسامح حقه شوية. هذا التفسير الأولي. طيب هذا جاب أحاديث حول يعني قضية بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وجايب علم جزا الله خيرا. إنما طرح واحد السؤال وكيبان بحال من وراء شي حاجة صعبة عليا نكمل هذا الشيء، تمام الأخير كيبان باين يعني، يعني بعض الفواكه كاين إشكال الآن، إشكال يعني هو معروف الأصل عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلا بشروط مدققة، مع ذلك غادي تقطعها وغادي تستفد من هذيك اللحظة كبيع القصيل. قصيل باقي الناس باقي في البادية وحتى في التفيات كيقولوا القصيل، من باعه من اجل حبه حرام. اللي باع القصيل زعما على ود راه الزرع حرام، ولكن اللي باع القصيل على ود يعطيه البهيم حلال. فاذا بالنسبه للفاكهه ما عندكش الحق تبيع الليمون والتفاح او لينقاص اجاص او التمر ومازال ما بداش فيه الطياب، ماشي حتى يطيب لا، غير بدا فيه الطياب. بحال مثلا يعني التمر معروف كيبدا يصفر او كيبدا يحمر، كاين اللي كيصفر كاين اللي كيحمر، غير يبدا يصفر يبدا يحمر يجوز بيعه قبل ما ينقر، لانه ملي بدا يصفر وبدا يحمر راه تجاوز المرحله ديال الخطر، ما حدو خضر لا لا يجوز بيعه. طيب هذا المؤمن كيتسال سؤال زعما كيطرح اشكال معاصر جديد، ما كانش بكري، ما كانش قوي، وكان بكري لكن دابا ولا باين اكثر. بعض الفواكه اذا بدا بنادم كيتسنى حتى 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 يبدا فيها الصلاح ما توصلش السوق، بحال الخوخ بحال البنان، الى خلاه مولاه حتى يبدا يصفر ما يوصلوش للسوق، صار فيها يخماج في الطريق يطيب ويفوت في الطيوبيه ليه. فيعني الاجتهاد في هذه الامور يرجع الى اهل الخبرات، يعني حتى هما البنان مثلا لما كيقطعوه خضر راه عارفين بلي ما كيضيع شيء، كيكمل طيابه في الطريق. وكذلك بعض انواع البطيخ كيكمل طيابه في الطريق، وكثير من الفواكه اللي كطيب في الطريق، يعني بحيث اللي كتقلع ما كتخسرش، اذا ثبت انها كتقلع ما كتخسرش كتكمل طيابها في الطريق. فيجوز انئذ ان تجنى قبل ان يبدو صلاحها، وكيولي لا ماشي قبل ان يبدو صلاحها، كيولي بدو الصلاح هذيك الساعه ملي كتمر البنانه وصلت واحد الحجم معين، يعني راه بدا فيها الصلاح، واخا مازال ما بداش فيها الصفوريه ماشي مشكل، بدا صلاحها بحجمها. وهل الخبره انا ما نقدش نقول، وانت ما تقدش تقول، ما عاد الا كنت فلاح عارف سميتو. فاذا المهندسين الفلاحيين والخبراء ديال الفلاحه غادي يشوفوا هاد 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 هاد, هاد الفاكهه يقول لك هذه سلكت ولا ما سلكتش، قالوا سلكت بيع وشري، مازال ما سلكت خليها تما.
يعني مازال ما سلكت، لانه تقول لي ودي غادي نقطعوها الى الى يعني غادي نقطعها الى قطعتها تفسد، يعني داك الشيء اللي خفتي عليه غيوقع حتى هو الى قطعتها. فإذا اللهم خليها حتى تمر، حتى يشهدوا، حتى يشهد اهل الخبرات بانه لا خوف عليها بعد الجني، انا اذن يمكن بيعها والله اعلم. الله اعلم. او على الاقل يعني لا خوف عليها من الافات، زعما كتكون ديك المرحله ديال الافات يا تهلكها التبروريه ولا دير لها شي حاجه ولا الجريحه ولا هذا كتكون يعني دازت. اللهم الا جا شي حاجه اللي كتعم به البلوى، يمكن يجي الله يستر شي حاجه اللي كطيح، ماشي غير اللي طيح اللي طيب واللي خضر، هذيك الساعه راه لا يكلف الله، هذيك كتسمى الجائحه بوحدها هذيك وعندها حكم شرعي اخر. هذا الذي يسافر في الطائره او في حافله عموميه وادركته الصلاه يسال هل يصلي في الحين على تلك الحال؟ اذا كان لا يمكنه ان يدرك بعض الوقت يصلي في الحال. حال مثلا ركب في الطياره من هنا الدار البيضاء مثلا في الظهر او قبل الظهر باش يجي المثال صحيح، قبل الظهر، لانه ما يقدرش يصلي الصلاه قبل دخول الوقت، قبل الظهر اذا ما غاديش يصلي الظهر. وما توصل به الطياره مثلا لشي بلاد اللي غادي لها حتى تغرب الشمس، اذا ما عنده حل الا غادي الظهر والعصر يشدوا في الهواء يصلي في الهواء. لكن اذا عنده معلومات يعني غالبه راجحه انه غادي يوصل لبلاد يعني من بعد العصر او يعني في نص عصر التالي، الافضل انه يبقى حتى يوصل الارض ويصلي الظهر والعصر جمعه تاخيرين قصرا، لانه النبي صلى الله عليه وسلم النافله كان يصليها راكبا على الدابه والفريضه كينزل يصليها في الارض. ملي كتكون بسيارتك وبالدابه ديالك راك انت حر، كتنزل في الجامع اللي عجبك في الطريق وتصلي، ولكن راكب في التران ما غاديش تقول له حبس نصلي طبعا. فاذا داك الساعه انت كتضرب حسابك غادي من هنا لوجده، كتعرف بانه من داك التران ديال الليل شي مرات كنمشي فيه، الا بقيت تسنى الصباح كتقبض وجده الشروق ما تشد الصباح، غتصلي في القطار في موضعك فاش راك راكب والسلام الصبح والله اعلم ديك الساعه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.